في أعظم شهر يعني ماشي في رمضان يعني وحاجتنا برا وعلى بالها ما عندناش وين نروحوا. يستقبلون المواطنين وكأن عيونهم رصاصات قاتلة. والله غير مازال نوقف بالقانون والله ما خاف من واحد والله ما نعرف يديروا لي فينغا في راسه. لكن ربما جرأته في التحايل والظلم أكبر من مواجهة كاميرا البرنامج. لكن أنتم الدولة هذه هي صوروا ولدوا طيبنا وحيشوف. استغلوا نفوذهم سلطتهم أموالهم